فيديو اخر ليوم الجمعه. كاين واحد الاصدقاء كيسولوني تيقولوا لي شنو هي اسهل مقاطعه في كيبيك اللي كتقبل المهاجرين وكتجيب المهاجرين بكثره. اخويا اسهل مقاطعه اللي كترحب بالمهاجرين وكترحب حتى بالمهاجرين ديال الفرانكوفون وهي مانيتوبا. هذه مقاطعة مانيتوبا هي مقاطعة ناطقة بالإنجليزية ولكن كترحب حتى الناس اللي عندهم الفرنسية. المهم انا نشجعك انك تدفع لهذه المانيتوبا هذه، وغادي تلقى في صندوق الوصف غادي تلقى بعض المعلومات. وباش تجي المانيتوبا كتدفع عن طريق اونتر اكسبريس، كتدفع عن طريق اونتر اكسبريس. انا داك يمكن لك انك الى قبلوا لك الملف ديالك وكان كل شيء على ما يرام انك تجي للمانيتوبا ان شاء الله. واحسن مقاطعة للهجرة وهي فانكوفر، احسن مقاطعة، ولكن راه غالية، المعيشة فيها غالية والكرا فيه غالي. فانكوفر هي من المدن، من المقاطعات يعني الجميلة اللي كترحب حتى هي، ومعمرينها الصينيون، فيها بزاف شينوا الصينيون يعني كتجيهم قريبة من الضفة الأخرى. يلا ما نطولش عليكم، هادو فيديوهات صغار كانت فيهم إجابة للأصدقاء ديال اليوم، وإن شاء الله لنا اتصال إن شاء الله في فيديوهات أخرى إن شاء الله بحول الله. يلا السلام عليكم.